شباب طبعا احنا هون هاي خلصوا الاوغاد الاوغاد خلصوا المهمه الاوغاد خلصوا المهمه مبسوطين انتصار انتصروا الاخوان انتصروا 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 على 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 شباب مع على شباب صغار انتصروا هذا عاود دخلوا جوا بدخلوا عاودوا جوا هاي معركة الانتصار هذولا بخزوش على حالهم الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر والعزة لله الله أكبر والعزة لله طبعاً احنا مربطين هون ما حدا روح مظبوط طلعونا بس احنا فيش نروح مش رايحين نروح من هون الشباب موجوده زي ما انتم شايفين الشباب هون الشباب موجود على فكره هم طلعوا الجنود طلعوا فكروا حالهم انتصروا فشكل صار في كره صار في ضرب حجار فعودوا رجعوا طبعا مسكنين بس زي ما انتم سامعين الطخ هون احنا طبعا مش رايحين نروح فيش احنا هون ضالين يعني احنا ضالين هون باب السلسله هات احنا موجودين نسمعوا صوت الـ صوت الـ صوت القنابل بيطلعوا بيرجعوا احنا موجودين الشباب ما شاء الله عنهم فيش حدا فيش حد طبعا هناك في بوابات زي ما انتم شايفين احنا هون موجودين جنب الباب اللي احنا جوا الاقصى بس في شباب برا في شباب اللي لبرا طبعا مش عمالهم بيدخلوهم بدنا نعطيكم شوي تشوفوا الشباب بيجي بتوافدوا شباب وصبايا ما شاء الله عنهم من القدس ومن برا القدس بس هم عاملين حواجز هم عاملين حواجز ما بيخلوا ولا حدا ما بيخلوا حدا يدخل زي ما انتم شايفين هناك اوكي في هنا في محسوم في حاجز واحنا اللي طلعنا من الاقصى طبعا ولا حدا روح احنا موجودين هون مش رايحين نروح طبعا الكل موجود هون الشباب موجودين كل الابواب موجود فيها شباب هايهم هذول اللي انتصروا على شباب طبعا شباب صغار فكروا حالهم في غزوه استحوش على حالهم مش رايحين نطلع يا رب انتقم منهم يا جبار اللهم احفظ الأقصى يا الله ويسر لنا الشيخ محمد ضيف شكال لن نترك الأقصى طبعا اسمعوا الشباب كيف بيحكوا معهم مش سالين عنهم الشباب ما حدا بيسال عنهم زي ما انتم اسمعوا شو بيحكون طبعا انتم شايفين مش سالين عنهم نصهم عربي هاد نصهم عرب هاد مستحوش فوق ال 200 جريح اذا مش اكثر طبعا زي ما انتم شايفين طبعا احنا مش رايحين زي ما حكيت احنا ما مش رايحين نطلع عن الشباب موجوده هون ولا حدا راح يطلع احنا راح نضلنا موجودين مش رايحين نطلع من هون هم مسكرين طبعا الابواب سمعين الصوت الضرب جوا في ضرب الشباب الساعة جوا في عمالهم بحاول يطلعوهم مش طالعين الشباب يعني أنا ما شفتش إشي زي هيك أقسم بالله ما شفت إشي زي هيك في صدورهم الشباب والله ما عملوا إشي هم اللي هجموا كانوا حتى في شباب يبعدوا فيهم عن الأبواب عشان ما يصيرش اشتباكات وهم أجوا من الخلف طبعا غدارين لو شفتوا كيف الشباب بس ما شاء الله عنهم الشباب شباب من كل البلاد 48 من الناصرة من حيفا من عكا من مثلث القدس كل أنحاء القدس
متواجدين. زي ما انتم شايفين بيطلعوا. اسمع بدل ما تحموا بيت المقدس يكون مع اسود بيت المقدس، بل خليتوا بعضكم مع كلكم مع اليهود عشان تحموا جهنم معهم. والله ما يجي حد انت السام اكل، انت السام اكل. طبعا الشباب زي ما انتم شايفين مش حاسبين لهم حساب، لدينا جيش. يعني ما شفتش انا بصراحه شيء زي هيك، يعني شباب صغار عن جد إشي بيرفع الراس. والله لو تشوفوا كيف واقفين وقفة عز، هم بيفكروا إنهم انتصروا بس على أرض الواقع والله ما انتصروا. شباب ما شاء الله عنهم. طبعا جيش مدجج، مئات مئات دخلوا من الجنود، مئات مش 10 و20، مئات من كل الأبواب خايفين. والله لو شفتوا كيف هربوا، كيف كانوا هاربين من الشباب. وأنا ولا حدا زي ما انتم شايفين، ما في تركي بحكي للشرطة. اسمعوا شو بحكي للشرطة الشاب، اسمعوا الشرطة شو بحكي. اسمعوا شو بحكي، اسمعوا طلع شو بحكي لك، طلع مش سالين عنك. طبعا هو بعرف شو هويته بس بحكي عربي. اسمع شو بيحكوا له، اسمع شو بيحكوا له. طلع اسمع، طبعا هو بيحكي عربي الشرطي هذا. سألين عنك، بعطي محاضرات عن القوة النفسية، بشوف هدول الشباب مش قوة نفسية، اشي مش عارف ايش احكي. ما شاء الله عنهم، الله يقويهم. يعني ما شفتش اشي زي هيك بصراحة. طلع كيف بحكي معك، طلع كيف بحكي معك، طلع كيف بحكي معك، شوفوا كيف بحكي معك. اسمع كيف بحكي معك، مش سائل عنك. اسمع شو بحكي لهم مع شباب زي هذول، وين بدهم يروحوا؟ مع شباب زي هدول وين بدهم يروحوا؟ مين هو زلمه؟ طبعا خبم طبعا قبل شوي كان في استغاثة من المسجد الأقصى، بس طفوا الكهرباء وما في، كان في استغاثة للشباب المقدسي وغير المقدسي إنه يتواجدوا على بوابات الأقصى، استغاثة إنهم يحاولوا يضغطوا يطلعوا الجرحى. في مئات الجرحى شوف شو بحكي هذا. بس يا زلمه انت اللي بحكي لك اياه، والله يا زلمه انت خليك احب فتح. شوف شو بحكي، احكي لك عشان تفتح. انت مش صاحي يا زلمه، والله لو حكينا هذا الكلام لا في حلقه ولا اسمع الكلام. لا جد يعني ان شاء الله جد محمد. Thank you.
ايوه جاب الكاميرا حطها عندها عشان يصور لي. صلى على مريها مريها ضويها عادي يضويها لا بصور كان طبعا انت ما تديدك عشان طه ما سويتش شيء طبعا زي ما حكيت الشباب هون مرابطه ومش راح يطلعوا من هون مش راح يتحركوا زي ما حكيت في بيجوا شباب من برا البلد بس في عاملين حواجز ما بيخلوهم يدخلوا احنا اللي كنا في الاقصى ضلينا جنب الابواب ما روحناك وعاملين زي ما حكيت حواجز برا وكل واحد بيجي بيرجعوه ففعليا البلد مسكرين البلد مسكرينه طبعا بتعرفوا ان في العصر في المسيره في مسيره للمستوطنين راح تكون طبعا